عندنا خبر كمان اسعدنا كتير، ثريا محمد نجمه الفريق الاول لكره السله الاتحاد الافريقي، طبعا نجمه النادي الاهلي ومنتخب قصدي سوري، طبعا ثريا الاتحاد الافريقي اختارها من احسن 10 لاعبات، زي ما انتم شايفين مسمينها كيلو باترا، اللقب الذي اطلق عليها كيلو باترا، هي تستحقه الحقيقه عن جداره، هقول لكم ليه. طبعا الاتحاد الدولي اختار ثريا من احسن 10 لاعبات في افريقيا على اخر 10 سنوات. طيب ايه الانجازات اللي عملتها ثريا عشان تاخد كده؟ رقم واحد طبعا خدت بطوله افريقيا للمره الاولى مع منتخب مصر 3-3، ادي واحد. رقم اتنين خدت هداف بطوله افريقيا بسكور 85 نقطه. اربعه طبعا حصولها على بطولات كثيره مع النادي الاهلي، ده اهلها بشكل كبير انها تكون من احسن 10 لاعبات في افريقيا في العشر سنين. وخليني اقول لكم العشر سنين اللي فاتوا، الاتحاد الدولي من قبلها اختار ثريا من ضمن احسن 10 لاعبات في 3-3 على مستوى العالم. فالحقيقه كل ده اهل ثريا بكل اريحيه انها تخش في احسن لاعبات كاول لاعبه مصريه تفوز بهذا اللقب او تتم اختيارها في الالقاب دي. كل التوفيق لثريا، والحقيقه نتمنى لها كل التوفيق، وكان ليها دور كبير خلي بالكم في حصد البطولات، ولسه مستنيين منها الكتير. ثريا لسه سنها صغير، بتعشق النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي مستني منها الكتير. الف مبروك ثريا، برنامج الابطال الحقيقه بيهنيكي وبيربط على ايدك وبيقول لك كملي احنا وراك ان شاء الله، واكيد هتكوني مساهمه في بطولات كتيره تخش النادي الاهلي.